مرحب أصدقائي، كيف حالكم؟ عساكم بخير وصحة وعافية. نصل سنز إي سنز إن شاء الله. اليوم جايب لكم مصطلح تركي جميل. مصطلحنا اليوم يستخدم لوصف الإنسان اللي بكل عرس له قرص، يعني بتلاقي له إصبع بكل إشي. هانجي تاشي كالدرسان ألتندان شكار. هانجي تاشي كالدرسان ألتندان شكار. الترجمة الحرفية إنه فلان بيطلع من تحت أي حجرة بترفعها. مجازيا همن هير إشتي بارمو واردر، كأن نقول مثلا هير شيء أو سويلمش. هانجي تشي كالدرسان ألتندان çıkıyor. Yani her işten anlar, her işe karışır. بيفهم بكل شيء وبيتدخل بكل شيء. Hangi taşı kaldırsan altından çıkar. تعرفوا حدا هيك؟ اعملوا له تاج. خليه يتعرف على وصفه بلغة جديدة. هو شكله.